الآن حنرسم يا جماعة إيش الفاونديشن. حنرسم الفاونديشن سريع ونخرج نصلي بإذن الله تعالى. وين نرسم الفاونديشن يا بشمهندسي؟ حنرسمه نذهب إلى لكي نعمل الفاونديشن نذهب إلى أول طابق. نذهب إلى أول طابق تمام. لكي نرسم الفاونديشن نذهب إلى أول طابق. نحن بنرسم إيش فاونديشن؟ بنرسمه هنا صح؟ بنرسمه هنا من هنا داير فاونديشن. نذهب إلى أيوة في البلان بس لا فاونديشن بلان أول طابق. طيب الريفت بيرسم الفاونديشن من لاحظ لو جاء أنا عادي أرسم هنا صح؟ هل بيرسمه من هنا لتحت ولا من هنا لفوق؟ لتحت. أيوة بيرسمه من هنا إيش وتحت. يلا كيف نرسم الفاونديشن من structural؟ في حاجة اسمها بانل تاب كامل أو بانل كامل اسمه فاونديشن. الأول يرسم إيش؟ isolated. ويرسم إيش؟ بايل. ويرسم كومبايل مشترك. الثاني يرسم إيش؟ أساس شريطي لول لحائط بس ما يقبل يرسم العمود. الثالث سلاب. سلاب شنو دي؟ رافت. هنا رافت مات. شوف رافت مات كلها اسماء ايش؟ اسماء للحصيره اللبشه تمام؟ نبدا المنشأ حقنا هذا ايش هو؟ نبدا بنضع نظام انشائي مبدئي ايزوليتد وفي معانا الا في معانا ايش؟ لاحظوا ان هذه من البديهي انه يطلع ايش؟ كومباوند. فنبدا نرسم كذا وبعدين نغير لما نجي نصمم ان شاء الله. طيب نختار صدق الله العظيم نختار ايزوليتد فوتنج سيف. لاحظ الخيارات حق الايزوليتد اسهل من الخيارات حق الكولوم. اصعب شيء ايش؟ هي الفلور اكثر خيارات الفلور والعمده اما الباقي هي سهله. نفس الشيء الان خلاص الامور اصبحت لك سهله. نفس الاوامر ندخل الى ايديت ومن ايديت نختار ايش؟ دبليكيت ونسميه ايش؟ اف 1 وسوف نعمل جميع الاساسات 2 في 2 ونص مبدئيا لان العمده حقنا يا جماعه مستطيله صح؟ سؤال اي فاحنا هنصمم قاعده ايش؟ مستطيله. يلا نجي هنا كم الدبت حقنا؟ مبدئيا كم؟ 50.5. كم الويت حقنا؟ 2. كم اللينك؟ 2.5 مبدئيا احنا بنصمم بس قلنا التعديل سهل. هنروح للروبوت لو وجدنا اني 3 بس تحددها وتجي تعدلها 3 وتعدلت دايركت اوكي ونجي نرسم بسيط جدا هاك اعمل ايش؟ نفس ايش؟ نفس العمله بسهوله كنترول واجي ايش؟ وارسم القواعد بسهوله جدا هاك ابدا ارسم الذي كذا لاحظوا معي شوف هذه انزاحت ما جيش في السنتر ممكن اعمل كذا حاول ان تكون ايش؟ في سنتر ايش؟ العمود ثاني في هنا معنا ايش؟ قاعده ثاني بدل اعمل راسي صح؟ واجي اعمل ايش؟ القواعد الرأسية. هنا قلنا لاحظ لو اجي اعمل مثلا بهذا الشكل اقوم يتداخلوا. لا ما تداخلوش بهذا الشكل، لكن في التصميم قريبا بيتداخلوا. تمام؟ لان المسافة بينهم 2.5 لو طلع من هنا متر و25 متر 25 داخلوا، لكن هنخليهم ايش؟ كومباوند. اوكي؟ لاحظ مثلا رسمت لو جيت لل 3D لاحظوا. طيب ثاني ارجع للفاونديشن ارسم الايش؟ الكومباوند ارسم ايش؟ الكومباوند ممكن انني ارسم الكومباوند بايزوليتد واجي اقول ايديت واقول ايش؟ دوبليكيت اف ايش؟ 2 اسميها تسميه جديده او اف 1 اقصد صح؟ اف 1 اللي كانت اف اوكي اجي اعمل هنا شنو؟ اغير الطول كم؟ مبدئيا 4 الطول بس اغير الطول اوكي لاحظوا ايش اسمها قاعده مثلا ها بس هذه الطريقة تحتاج انك توزن المسافة وسطية بينهم. في طريقة اسهل من كذا وهي الانسب تمام؟ انك ترسمها بطريقة الرافت. بطريقة ايش؟ الرافت تضغط على الاول structural foundation slab لاحظوا هذه رافت زي الفلات سلاب وهذه رافت زي ايش؟ بابيام في الحواف تمام؟ احنا نختار structural foundation slab بيحولك لقائمة جديدة. لاحظوا أي حاجة في الريفت مسطحة بترسمها مسطحة بتظهر لك اكس واي
دائما هذا اتكلم عنها في الفلور، اتكلم عنها في السلالم ايضا، اتكلم عنها اي حاجه. لاحظ هذا الامر ما تقدرش تطلع منه بسكيب زي اي امر ثاني زي الكولوم ولا البيم. لاحظ لو جيت عملت سكيب 1000 مره ما بيطلع، حتى لو جيت هنا لاحظ كان الريفل غير ايش؟ غير مفعال. والسبب انك لازم يا اكس يا واي، واحد من الاثنين تعمله. يلا في معك هنا خيارات رسم كثيره جدا للبلاطه او للرافت، اما رافت مستطيله، رافت مضلعه، رافت مكسره، ممكن ترسم رافت كذا او قاعده مثلا، قاعده كيف ما بدك، تمام؟ احنا القاعده حقنا اي شيء؟ ريكتانجلر، تمام؟ معلش نمشي لوين؟ سلاب ونختار ريكتانجلر. يلا لو جينا نرسم ريكتانجلر فوق العمودين صح؟ احنا دايرين دايره قاعده ايش؟ كومباوند. في حاجه اسمها هنا ايش؟ اوفست. اوفست تقول له القاعده حقي هذه تنزاح من لما نرسمها من هنا النقطه هذه، من النقطه هذه تبعد كذا مسافه وتبعد كذا ايش؟ مسافه، كم نعملها؟ لا مش 2 متر، متر مثلا مبدئيا متر، يعني لاحظ كم يحصل؟ ايش يحصل؟ واجي ارسم من نفس المكان واجي لكن لوين؟ للعمود الثاني ترسم، لانه قلت له الان المسافه من هنا لا هنا كم متر، ومن هنا لا هنا كم، ومن هنا لا هنا كم متر. لاحظ الجير الثاني من هنا لا هنا، واعمل يا صح يا اكس، لازم ما تروح لما اللي سكيب صح. طيب نسينا حاجه، ايش هو الثيكنس؟ طيب اقول لي اوه لا، طبيعي جدا تحددهم اديت، حتى التسميه نسيناها. شوف لاحظوا ان التسميه ايش؟ 150 فاونديشن، طبيعي جدا تقول لها ايش؟ اديت دبليكيت صح؟ ما دبليكيت الان. ممكن تعملها دبليكيت وممكن نعمل رينيم الان نقدر رسمتها، وممكن دبليكيت نخليها دبليكيت. اف كم؟ اف 2. السمك حقها وين؟ لاحظوا ديفود وين وين اخش؟ ما فيش. هنا تدخل اديت حاجه اديت جوا اديت تقول لها ايش؟ بوينت كم؟ بوينت 5. مبدئيا الابعاد يبي نجيب لها هم ابعاد مبدئيه، اهم شيء نحن نضع لنا ايش؟ بلان مبدئي، التعديل في الريفت ايش؟ قلنا سهل، زي ما شوف عدلنا الان، ممكن نعدل باي طريقه، اوكي وتعدلت، اجي لها وين؟ 3. لاحظوا يلا اشتغلوا سريع. الان عرسم يا باشمهندسين حاجه اي شيء الخرسان الفرشه. يعني نرسمها لان خرجتها في البلانات صح؟ نرسم الفرشه نفس الامر، بس ايش حنسوي؟ ان واحد نقلل سمكها من 50 لا كم؟ لا 10. واحد اثنين نزيد بعدها لان تشفت من هنا 10 و10 صح؟ بدل ما هي 2 ونص على 72، وهذه بدل ما هي مترين على 220. ثالث ننزلها لانه حيرسمها لو بدون ما ننزلها لتحت، حيرسمها في منسوب القاعده، حيداخلها مع ايش؟ نشوف كيف. نختار ايزوليتد نفس الشيء، ونعمل ايش؟ دبليكيت، ونعمل اللي سميت انا بي، خليها بي 2 ما في مشكله. لاحظ هنا اول حاجه نجي نعمل ايش؟ بوينت 1، ونجي هنا كانت بوينت 2 صح؟ نخليها بوينت، انا تغيرتها طبعا. لا كانت كانت ايوه كانت 2 بوينت 2 نخليها بوينت ايش؟ وهنا كانت 2.5 صح؟ 2.7 ونعمل ايش؟ انا طبعا كنت اشتغلتها قبل. اوكي الان لو تروح ترسم نفس الخطوات فوق كل قاعده ترسم، حيرسمها لك من الداخلات لانه ما يفهمش انه نزلها، ولا هو المفترض تكون نازل صح؟ طيب كم مفترض ننزلها؟ 10 و60 بعمق يا جماعه الاساس. نزلها لي اسفل الاساس، اسفل الاساس يعني نزلها كم؟ 50 سنتي. تجي هنا تقول له ها؟ تعمل سالب بوينت ايش؟ 5 وتعمل انتر، بس هنا تجي بايش؟ هيف اوفست، تقول السالب ارسمها لي لكن نزلها من القاعده الاساسيه، وتجي نفس المكان نفس الخطوه. تعال شوف ايش بيسوي، بيظهر لك ذاك كمخفيه. شوف الريفت كيف، يعني ايش؟ اني نستمر صح؟ بنفس الشيء هاك كلش كل القواعد تمام. يلا ده واستمر الباقي صح. طيب هذه نفس الشيء، ايش اسوي؟ نفس الشيء نجي للبلاطه تمام، ونختار ريكتانجلر
ومن هنا نختار افست كم؟ 1.1 بس. واجي للايديت اقول لك هنا كم؟ 0.1. شوف نفس الحاجات. اوكي اوكي. واجي اعمل من السنتر ليش؟ ليش ما زادت؟ دقيقة. من هنا لهنا. لا اول ما كنت اخترت هالسنتر لازم تجي من نفس المكان اخترت اي رسمت ايش؟ الاول هذا. نعمل اوكي. لاحظوا لاحظوا ما عملناش. ليش ما طلعنا رساله؟ قال لك فلور اوفر لاب بلاطه فوق بلاطه، لان احنا ما عملناش يا جماعه ايش؟ لو جيت حددتها كذا في هنا ما قلناش بوينت 5. قال لك شوف يطلع لك خطا ينبهك. نجي لها 3 دي نحصل ايش يا باشمهندسين؟ نحصل الرسم جانا زي ما هو ايش؟ لاحظوا هاك ونودي الخرسانه العاديه. رسم جميل جدا جدا. واحيانا يتطلب انك ترسم يا جماعه في البلان توري توري ان في قاعده او خرسانه عاديه، وبعدين ممكن تطلع. جماعه لاحظوا هذه قاعد نشتغل في البلان، قاعد نشتغل في الكثير، نشتغل الابعاد العمود يشفت كم من المحور. خطوه ايش؟ خطوه. داير ارسم بايل، داير ارسم ايش؟ بايل. من وين ارسم بايل؟ ممكن من سلاب، ممكن من سلاب. كيف؟ اجي للسلاب واقول له اختر لي ايش؟ دائره. واقول له سمكها كم؟ كم؟ 6 متر. بايل 6 متر 13 على حسب الموقع. بس اقول لك السمك هنا البايل هو ايش؟ العمق. واقول اوكي تمام اوكي. واروح على القدر، بالنسبه للقدر وما قدر احط هنا، احط في السنتر. بيقول لك انا بيقول لي حدد لي قدرة البايل. قول له 0.5 ولا 0.4. قول له ايش؟ اوكي. تعال لل 3 دي يا جماعه اللي كان يدور المبنى اما من هنا الاتجاهات. لاحظ في معك عده حاجات هنا. ترجع للوضع الطبيعي من 3 دي، لكن من الكمبيوتر اضغط شيفت شيفت والدحروجه اضغطها ضغط ولوي كم ما بدك. تمام؟ لاحظ البايل ما شاء الله جاوب البايل تمام تمام صح؟ طيب لا هذا طبعا ما طريقه، ما الطريقه السليمه هذه. في بايل جاهز معانا، بايل نرسمه من ايزوليتد. البايل الصح يرسم من وين؟ من ايزوليتد. اختار ايزوليتد جماعه ما تشتغلوا ولا تمام؟ من ايزوليتد لاحظ انه هنا ما فيش حاجه اسمها بايل، ما بنقعد قاعده ايش؟ مستطيله. امشي وين؟ مكتبه. امشي المكتبه وداني المكتبة، المكتبة حقتي وين؟ هنا. امشي ليبراريز، من ليبراري امشي يو اس سيمتريك، من يو اس سيمتريك امشي ستراكشرال ايش؟ فاونديشن. لاحظ في بايل معك ها كم انواع قواعد. لاحظوا البايل حقنا هذا مثلا، بايل هذا نعمل لك مرتين، يقوم يحمل ايش؟ حمل لك بايش؟ بثلاثة انواع او عدة انواع من الاقدار، ما عليك الا ان اقول ايديت وتقول ايش؟ بايل مثلا، بايل تمام؟ سميه بايل. بيقول لك هنا ايش؟ الراديوس و الديميتر القطر، ممكن تقول الراديوس نصف القطر وهذا القطر. ممكن تقول لها بوينت كم؟ 50. دايركت هنا بيتحول ايش؟ العمق، بيقول لك كم عمق؟ قول له 5 متر مثلا. اوكي، وروح ارسم عند كل عمود بايل. في الان اصبح اساس بايل وذ ايش؟ وذ كاب يسمى بايل وذ كاب. به كذا منشات، منشات به بايل وذ رافت زي برج الاتصالات. تمام، برج الاتصالات بايل ورافت يكون قوي جدا. يلا لاحظوا شوفوا الحاجه الجميله. تمام، هذا فيما يخص ايش؟ البايل. ممكن ترسم بايل اللي هو ابو ثلاثه كاب، ترسمهم بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. هذا ما يخص ايش؟ البايل. اثنين وول ستراكشرال فاونديشن وول نختاره ونشوف ايش فيه. لاحظوا اجي حد ليش؟ لازم يسبقوا وول. هذا الحائط هذا الاساس لول، لازم وول، وول او شير وول، وول او شير وول.
نقوم نرسم ليش شير وول. خلوكم بس انا بقول لسه بناخذ امر رسم شير وول. نرسم شير وول يا جماعه بعد اليوم ان شاء الله الاوامر سهله تحصلوها لان متشابهه. وثاني اجي لوين وول، لاحظ بيقول لي ايش اديت نفس الشيء، اقول له اف او اف وول، نقول فاونديشن وول اي تسميه يا جماعه. تسميتها الان ما قلت احنا شحنا حولها تمام، حتى لو غلط سمي كيف ما بدك. بيقول لك هنا هو كم عرضه، ممكن تقول متر ونص عرض الاساس. و اللهم صل وسلم علي اللي هم اكثر فاونديشن ثيكنس كم سمكه؟ 1.6 مثلا. نقول له ايش؟ اوكي ما عليك الا انه تمشي فوق الوول بس، ما هنا ما فيش تحديد. تقول هذا هاك. بيقول لك انه نن اوف ذا كريتد اليمنت، هو رسمه ولكن لم يظهره. هذا احيانا بتواجهك ايش مشكله لكن ما فيش اشكاليه. تضغط هنا لو جيت لل 3 دي حصله وين؟ قاعد. هذا فيما يخص يا جماعه ايش؟ الوول. حائط اساس لايش الوول. ناتي للرافت، نضغط الرافت ونشوف ايش في حاجه من حاجه جديده. الرافت زي ما قلت لكم هو اساس لاي حاجه غير مشكله، سواء رافت او اساس لعمود. مثلا لو كان معنا مجموعه من العمودات ممكن نرسم لها بهذا الشكل قاعده. لاحظوا احيانا بيحصل صح كذا. لاحظوا وثاني اجي اقول له الدبليكيت وكذا، واجي اقول له غير لي نفس الخطوات واقول ايش صح، بيرسم لك قاعده طبيعي جدا. قاعده على اساس مضلع، بيرسم لك قاعده على اساس مضلع. تغير نفس الان نفس الخطوات طبعا، تجي هنا تقول له ايش اديت نفس الشيء. لكن هذه الاوامر احنا ما بناخذها، ما ناخذهاش في الاساسات بعمق، لان احنا ناخذها وين؟ لا ناخذها في الفلور يا جماعه. ما فيش تشكيلات كثيره في الرافت يا جماعه. ليش انا انا الرافت معاكم يا لا ولا لا ولا مثلا بس ده في الرافت، في رافت بشكل البلاضات لكن مكسر البلاضات في منحنية في كذا صح؟ فان شاء الله عندي نشرح هذه بشكل كبير وين؟ في الفلو تمام؟ مثلا عمل صح وروح وروح 3 دي تلاحظ ايش؟ تلاحظ كيف يطلع لك؟ اساس شوف كم اساس طلعه بعمق 6 متر طبعا. ليش طلع كذا؟ لانه عمل عمقه كم؟ 6 متر. نختم لها يا جماعه في موضوع الاساس وطبقوا هذه الحاجه في الجبل.